سريدا اوكي خدمته متفاهمين به، لكن ما تشوفش معناتها مش حلو اللي شفناه، معناتها كان نجم ينسق وقت التحليل نتاعو وقت الخدمه نتاعو على الاقل، على الاقل مش مع وقت ماتش ليتوا. شوف ثم حاجه باش نقول لك عليها، اولا ساعة الاخ زبير نعرفه مليح وخدمنا مع بعضنا في نفس القناه، مرتبط بعقد به. انا بريزيدون تاع ليتوال، انا زبير بيا تو نكلم فيك، انا بريزيدون تاع ليتوال، ناخذ في سالير ما هو سالير وربي يزيد وربي يتمم معني، و25 سنه مهنه، مش البارح راه ولا محلل، 25 سنه من قناه دبي انتقل الى قناه ابو ظبي، 25 سنه يخدم ويصور بالفلوس وربي يعينه وربي يزيده وعنده عائله به، نبعد ما عادش نحلل انا تو، خدمتي محلل، جات الظروف باش نولي انا بريزيدون مع الناس الكل موافقه على زبير بيا رئيس. اي نقعد انا تو نحي 40 مليون ولا 45 مليون ولا 50 مليون نصور فيها في الشهر، نقعد انا في 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 سوسه كيفاش نعيش؟ وفما بريزيدون ما عندوش معمل ولا ما عندوش مصنع ويخلي بيرو، ما فماش بريزيدون عنده بيرو طبيب من الصباح حتى الليل وهو يخدم في بيرو، نقولوا له علاش تخدم؟ هذا زبير بيا المهنه نتاعو، ما جبتش على سؤالي لهنا، المهنه نتاعو محلل رياضي، علاش حديتو بريزيدون انت يا سيدي؟ يا اخي ما تعرفوش اللي كان سامعني مثلا، خلت فعلا معك باللحظه باللحظه، قلت لك انت قلت طبيب ولا عنده معمل، اي قلت لك ينظم وقته بعيد على وقت ما تشويت وقت خدمته، جات الخدمه لبرا. انا ما انا انا في بقعه زبير ما نرفضش 50 مليون خويا، هاي خلينا نقولها لك، هاي هاني بريزيدون تاع ليتوال. كان جيت بريزيدون وعندي معمل وعندي مصنع ولا طبيب في تونس ونخدم، والله تلومني كي ما نحضرش مهنته واكل عيشه وعنده اولاده. يا خويا لازمنا نحترموا المهنه، صحيح ماذا بينا يكون موجود يبارك يا اخي تو يكون موجود، بس اي ما نجمش هو يعتذر يعني مثلا للقناه، نعم؟ ما نجمش يعتذر للقناه، سامحوني ما هو متعامل معاهم ولا يخدم معاهم، كيفاش نجم يعني باش تخلصوا؟ يسامحني دقيقه، شنو المشكل اليوم كي باش نكلم القناه نقول لهم اليوم عندي ماتش وانا تعرفوني اليوم كرئيس النادي النجم الرياضي الصحيحلي، نجم اليوم هذا راني ما نجيش. ايوا انا شكون شو المشكل؟ شنو معناتها ما نحكي لك انا راني شكون شو يخدموا ربي معاه نحكي لك. فما كان زبير فما شكون حاجه اخرين، خلينا نكلمك عايش من فضلك، خاطر تعرف قيمه، خلينا نتكلم شوية عاد، لما تعرف قيمة زبير كمحلل يجي احكي معايا يا اخي، واحد يحلل انت عارفين هذي في العالم كله يعرفوا زبير بيا، ومش حلل لك حتى الدوري نتاع الامارات، يحل في الشامبيونات الايطالي زبير بيا، واضح زبير بيا رئيس النجم الساحلي زي زبير بيا رئيس النجم الساحلي، وهم يكون محلل راه رئيسنا برا، شوف الاسامي اللي شد النجم الرياضي الساحلي، برا شوف الاسامي الوزراء اللي شدد، هذول مش واعي اللي هو رئيس النجم الساحلي، ايه علاش حطيته بريزيدون؟ يودي مش هو حطيته، هو عنده خويا يحلل يقول راني نعتذر هاني مش سامي زبير مش رئيس ويتفرج في الاطوار، واضح واضح كل واحد وصل الفكره يا خويا، انا مع زبير نخدم على روحي وصلت الفكره، واضح احمد شنو رايك مع شكون انت؟ به تو حتى اللي يبدا يسمع فينا في الراديو يقول لك تخي دي هو زبير يحل، هو مش داخله مش يهمه فيه يحل ما يحلش اموره هذيك مع النجم الساحلي. انا نقوله هل غياب زبير بيا وذهابه الى ابو ظبي وما حضرش ماتش الاتحاد المنسيري والنجم الساحلي اثر على نتيجه المباراه وعلى عطاء اللاعبين وعلى استعداد اللاعبين للمباراه؟ لا زاد الرئيس عنده اهميه في الماتش، خلينا نكمل عاد مروان عايش حتى مباراه الملعبيه، خلينا نكونوا موضوعيين، شوف يزين هذه معناتها الشعبويه هذه المقيته، شوف لا لا عنده اهميه في الملعب، خلينا نكمل عاد، خلينا نعمل انا لونشينمون نتاعي وبعد انت تقول لي عنده اهميه ولا ما عندوش اهميه. اخي انا كان كل بريزيدون حضوره يكسب جمعيه مباراه راهي الناس الكل تاخذ في البطولات والكؤوس، مساله معنى تحضير اللاعبين وتحفيزهم نفسيا ومعنويا بالدرجه الاولى مهمه الاطار الفني والمسؤولين، هي مهمتهم توفير كل ما هو لوجيستيك وتوفير كل الظروف للفريق باش يحقق نتيجه ايجابيه. يعني وجود زبير بيا من عدم وعافر في المدارج ولا مش في المدارج، انا في تقديري لن يغير واقع المباراه ولن يؤثر في مستوى اللاعبين الذهني والبدني وكل شيء. كل مباراه معانا في التيران، كل مباراه والرئيس لازم يكون موجود. انا معناتها لازم مروان، معناتها لازم بين مقياس مروان، شنو تقول؟ ما عندك حتى دخل، شنو يزيد؟ شنو يزيد؟ يزيد بيان سور، شنو يزيد؟ يدي حد الرئيس تبدا بحذاك ودي داخل التيران، زاد احنا عندنا شعور كم لاعبين ولا كم لاعبين نحسوها
ما غير ما تقول لي عمليا اقبل خيش كلام فضفاض عمليا شنو يزيدك اذا موجود انا مثلا كي راه البريزيدون حلق لينا نبداو كيما نقولوا يد واحده الناس الكل حتى البريزيدون خير ما نقول مثلا شنو نحن هابطين للتيران شنو البريزيدون تاعنا وين واضح كل واحد كلمه ونسكر الموضوع عايش. زبير بيا كان حاضر في مباراه بيجا ممكن في تونس هي خسرت واضح مختار انا نقول لك حاجه انا مع مروان انا كنت نعمل كاتريام وندخل في السياره الترجي باش نشوف النوامر نتاع الجوارات بجنبي يبدا على يميني حمدي المدي حمدي المدي بدا واقف في وسط الفيسير الداخل ونبدا نعيط انا بالجوار وهو يبدا يعيط له يا بوك واحد يعمل روتار بدو سكوند راهو يتنرفز ما سمعتش الاربيتر يعيط لك ايش عايش ولدي يقف هو ويعطيه نمروك ويبدا يبيش دخلها في الفيزيكال نحكي لك انا شريط مورال الملاعبيه ويعمل جيست للجوار يضربوا على كتفه واضح هاي نمشي فاصل 10 ثواني 10 ثواني هو حكى على السيد حمدي المدب وتات مباريات حتى في رابطة الأبطال الإفريقية والسيد حمدي المدب تعذر عليه الذهاب والترجي ربحت خاطر فما ستركتور يغيب السيد حمدي المدب فما رياض بنور يعمل كل شيء بالنسبه علينا نربطوا فيها هذه خاطر انت مو انا نجيو في لا لا حمدي المدب كي حضر باش تربح الترجي ربي يحضر كي مش ماليش هذا ماليش عار نحي النتائج رئيس لازم يكون موجود مع الملعب في الماتش واش معناتها لازم هذه باش تقول لي كان بشي رقم وكان خسرت ماتش باش خاطر زبير ما حضرش احنا اونجي نحكي لك اون جينيرال كم لاعب يحب الرئيس كل واحد وصل فكرته واضح موقفه نتعداو